أول حلقة من حلقات برنامج ريادة الأعمال مع حنان عواد، الرئيس التنفيذي لشركة كوربريتا للإستشارات الإدارية في كندا، وإلى جانب ذلك أنا كمان الرئيس التنفيذي للمجلس الكندي لنشر الثقافة والعلوم. في برنامجنا هنتناول كل ما يخص ريادة الأعمال، وهنركز على الأعمال والمشروعات الصغيرة. هنتكلم على موضوعات كتير، بداية من التخطيط، من التنفيذ، من المبيعات، التسويق. والنهاردة بقى عايزة أبتدي بمناقشة ليه الأعمال الصغيرة بتفشل. طبعاً مشهور قوي الإحصائيات في مختلف دول العالم عن نسبة نجاح، أو بالأخص نسبة فشل الأعمال الصغيرة، وطبعا يعني هذه النسب غير متفائلة خالص، وفي بيقول ان 80% من الاعمال الصغيرة بتفشل خلال عامها الاول. النهاردة عايزين نتكلم على 10 اسباب من اسباب الفشل، وده هيساعدنا ان احنا ازاي نتلافى اسباب الفشل دي، ونحاول نحافظ على مشروعنا الصغير او على شركتنا الناشئة لأطول وقت ممكن، إنه ممكن كمان نكبرها وكمان نورثها لأولادنا. السبب الأولاني بيتعلق بالتخطيط، وهو التخطيط الغير جيد. عادة لما بنيجي نعمل خطة عمل بيكون صاحب العمل أو صاحب المشروع مجبر إنه يعمل خطة العمل، لأنه مثلا هيقدم على فند، أو هيقدم على قرض من البنك، أو هيقدم في جهة معينة أو في مسابقة معينة، فبيعمل خطة العمل دي البيزنس بلان يعني بشكل يبين إن المشروع ده مشروع كويس وربحيته عالية وفرصه في النجاح عالية، وده مش عيب. ولكن العيب هو إن التخطيط ما بيكونش معمول بإحكام، ما بيكونش معمول بتحليل صحيح، فبالتالي بيكون الأرقام فيها أحياناً بعض المبالغات، ودي يمكن أنا شفتها ودخلت في نقاشات مع بعض العملاء إن لأ، ما ينفعش نضخم الأرقام. في كمان تقدير أحياناً جزافي للمبيعات، في تقدير متواضع للمصروفات، احيانا ما بيبقاش في السيفتي مارجن اللي احنا بنحطه في التنبؤ بالارقام، فما بتكونش الارقام اللي بنستخدمها حقيقية، فللأسف الخطة ما بتكونش خطة محكمة. الحاجة التانية كمان ان احيانا الخطة لا تتناول العمل من جميع الاوجه، وبيكون الماركت ريسيرش اللي معمول او البحث التسويقي اللي اتعمل مش بحث تسويقي محترم، بيشمل عدة نقاط، مستخدم كذا اسلوب وكذا اداة من ادوات التسويق علشان يعرف فعلا نبض السوق، علشان يفهم الماركت اللي هو داخل فيه، وبالتالي بتكون البيزنس بلان يعني خطة مهترئة، ضعيفة، مضعضعة. الخطأ التاني ده بيتعلق بمعرفتنا بالعميل، وده يمكن جزء برضو من الأبحاث السوقية اللي لازم نجريها ونعرفها، ان احنا لازم نفهم العميل كويس قوي قوي قوي. في بعض الأحيان بنعمل customer persona، شخصية للعميل، شخصية افتراضية للعميل. أنا في بعض الأحيان بعمل أكتر من شخصية افتراضية للعميل، لو حسيت إن هذا المنتج داخل فيه عملاء مباشرين وعملاء غير مباشرين. بمعنى إيه؟ زي مثلا حاجة تخص الأطفال، مين العميل اللي أنا بفكر فيه؟ في المشاريع مثلا اللي بتخص الأطفال أنا بفكر في 3 شخصيات افتراضية للعميل. شخصية الطفل نفسه اللي هيستخدم اللعبة أو الجيم أو البرودكت، احتياجاته إيه، الطفل محتاج إيه، هل في معايير معينة لازم أخدها في الاعتبار. بفكر كمان في الأم
اللي هتختار المنتج ده للطفل بفكر كمان في الأب اللي هيدفع الفلوس علشان الأم تشتري هذا المنتج للابن. يعني بفكر في العميل اللي هيستخدم فعلا المنتج، بفكر في العميل اللي هيختار المنتج، وبفكر في العميل اللي هيمول شراء المنتج. على سبيل المثال مثلا بشتغل مع شركة شغالة في بعض الخدمات العقارية، احيانا برضو بيكون في عميل مباشر وعميل غير مباشر. العميل المباشر اللي هيستخدم الخدمة مباشرة، لكن العميل الغير مباشر ممكن يكون العميل اللي هيختار الخدمة او العميل اللي هيمول الخدمة. فلما نفهم مين هم العملاء اللي احنا بنستهدفهم، انواعهم مباشرين او غير مباشرين، الحاجة التانية كمان سلوكهم، سلوكياتهم أثناء التعامل مع هذا المنتج أو هذه الخدمة مهم جدا جدا. مهم جدا جدا إن أنا أحط نفسي مكان العميل وأسأل كم كبير قوي قوي من الأسئلة. لما بنفشل في ذلك للأسف ده بيأثر على جودة الخدمة، بيأثر على استراتيجيات التسويق، بيأثر على استراتيجيات التسعير، أحياناً بيأثر على الأكسبتنس للفكرة نفسها في الماركت. فلازم نهتم قوي 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 إن احنا نفهم العميل وسلوكياته وتفكيره واحتياجاته وبعض يعني وكل المعايير اللي هيستند عليها عشان يختار منتجنا أو خدمتنا. الخطأ الثالث ده يمكن يتعلق بالمخزون. من واقع خبرتي أنا شفت بعض الأعمال اللي اشترت المخزون أو نوع معين من المنتج بكمية كبيرة قوي قوي قوي، وكانت طبعا الأرقام اللي مستندين عليها في التنبؤات بالمبيعات برضو كانت أرقام مش صحيحة، فبالتالي بقى عندهم مخزون كبير قوي من المنتج اللي مش عارفين يسوقوه ويصرفوه، أو مثلا مواد خام ما تنفعش غير في منتج معين لكن ما أقدرش استخدمها في منتجات أخرى. فكمان نفكر في المخزون، قد إيه مخزون من المنتج أنا محتاجه، قد إيه مخزون من المواد الخام أنا محتاجه، وأربط هذا المخزون بالأرقام الحقيقية للمبيعات. السبب الرابع من أسباب فشل بعض الأعمال الصغيرة هو التسرع في التوسع. أحياناً نمو العمل بيمر بمراحل مختلفة، وبتيجي مرحلة من المراحل بيكون فيه نمو سريع، وده يخلينا ناخد خطوات متسرعة ان احنا نتوسع في البيزنس ونتوسع في العمل ونعين موظفين جدد ونتوسع مثلا في اسواق جديدة بدون دراسة كافية لمعدل النمو ده ومعدل استمراريته على المدى الطويل. فقبل ما ناخد قرار بالتوسع لازم يكون عندنا مدة كافية من الستيدي جروث أو النمو المستمر اللي يخلينا فعلا ناخد القرار وإحنا متأكدين وإحنا مرتاحين إن التوسع ده هيفيد البيزنس، مش هيضيف أوفر هيد على البيزنس بشكل يضعفه وممكن يقضي عليه. السبب الخامس من أسباب فشل المبيعات هو عدم اهتمام صاحب العمل بالمبيعات بالتسويق. ممكن يكون متخصص في الجزء التكنيكال، في الجزء الفني التقني من المنتج أو من الخدمة، ولكن مش مهتم مثلا بأنه يقابل فريق المبيعات كل يوم، يفهم منهم إيه المصاعب اللي بيواجهوها، يفهم منهم إيه الاعتراضات اللي العملاء بيقولوها لهم. يعني بعد ما بننتهي من وضع الخطة التسويقية والكلام ده كله، لازم نحصل دائما على فيدباك مباشر من
فريق المبيعات وفريق التسويق علشان نعرف رد فعل العملاء، رد فعل السوق لمنتجنا ولخدمتنا، وبالتالي اقدر اغير شوية في المنتج او في الخدمة على حسب المدخلات اللي بيدهاني فريق المبيعات. السبب السادس هو ان احنا ما بنكونش مركزين قوي على العميل اللي احنا بنستهدفه، بنحاول ان احنا نرضي قاعدة كبيرة من العملاء. وده يمكن هقول لكم مثال من الامثلة، كنت بشتغل مع شركة اي تي متخصصة في الديجيتال ترانسفورميشن، وكانوا الى حد ما عندهم تخصص شوية في العملاء بتوعهم اللي بيعملوا في مجال الهيلث كير او مجال الرعاية الصحية. وبعدين يعني فكروا في التوسع لماركت جديد والدخول في مجالات جديدة، ولكن هذا التوسع ما كانش مدروس كويس قوي، وغطوا مجالات جديدة وصناعات جديدة بدون الاستعداد، لأنهم حاولوا أنهم يغطوا شريحة كبيرة من الماركت. التخصص كويس علشان أدخل في مجال آخر أو أدخل في سوق آخر أو أدخل في صناعة أخرى، لازم أدي نفسي الوقت الكافي في دراسة الصناعة الأخرى، وأبتدي ببعض المشروعات اللي هي التجريبية اللي ساعتها أبني النوليدج بادي أو النوليدج براكتس بتاعي جوه الشركة، أني أقدر أدخل بقى الصناعة الجديدة وأبتدي أبروموت وأبتدي أماركت الخدمات بتاعتي للصناعة الجديدة. السبب السابع من أسباب فشل السمول بيزنسز او الاعمال الصغيرة هو عدم الاهتمام بالمهام الادارية والمحاسبية. تاني، لما اتكلمت قبل كده عن عدم الاهتمام بالمهام المتعلقة بالمبيعات وبالتسويق، وان صاحب العمل بيركز على الجزء التكنيكال او الجزء التقني او الفني فقط، فده بيخليه انه يهمل الجوانب الادارية او الجوانب المحاسبية. انا هنا ما بقولش ان صاحب العمل او الشركاء في هذا المشروع يعملوا كل حاجة، ولكن على الاقل يكونوا على دراية بما يتم في هذه الامور. المهام الادارية مهام مهمة جدا جدا جدا، وهي اللي بتخلي نظام العمل والورك فلو، انسياب العمل من إدارة إلى إدارة ومن فريق إلى فريق، يبقى بشكل منساب متناغم سلس بسيط. لا نفاجأ مثلا ان احنا ما جددناش رخصة مثلا، او ان احنا ما دفعناش إيجار حاجة معينة، او ان احنا تجاوزنا ميزانية مخصصة لأمر معين. فالأمور الإدارية والمحاسبية مهمة جدا جدا. أنا بنصح بوجود شخص يهتم بالأمور الإدارية والمحاسبية، أو شخص مكلف بالأمور المحاسبية وشخص آخر مكلف بالأمور الإدارية. من أول يوم، من أول يوم هننشئ البيزنس، لازم يكون في شخص او عدة اشخاص مسؤولين عن هذه المهام، علشان لا نفاجأ بحاجات ما خدناش بالنا منها في المستقبل، لا نفاجأ بان التدفقات المالية للشركة مش ماشية حسب اللي متحدد، او ان مثلا المصاريف زيادة قوي قوي، يعني عندنا دخل كويس ولكن المصاريف عالية جدا جدا. لو في محاسب هنقدر نقعد ونتكلم معاه ونشوف هات الدخل، هات المخرجات، هات المصروفات، ونشوف نقدر نقنن المصروفات فين، ايه الحاجات اللي اقدر اتدخل فيها بدري بدري علشان لا يتفاقم الامر والعمل يفشل. السبب الثامن من أسباب فشل الأعمال الصغيرة خاصة في الأول هو رفض تغيير المسار. أحياناً بنبتدي المشروع أو بنبتدي الشركة، بنبتدي البيزنس وفي توجه معين،
ولكن بعد ما اشتغلنا شوية وبناء على النتائج اللي بنحصل عليها بنلاقي ان الاستراتيجيات اللي احنا حاطينها لنفسنا او لهذه الشركة مش شغالة كويس، مش مديانة النتائج اللي احنا محتاجينها او النتائج اللي احنا بنسعى عليها. فلازم نعمل حاجة اسمها pivot، لازم نغير المسار، لازم نعدل الاسلوب اللي احنا بنقدم بيه خدمتنا. لما بنبقى يعني مرتبطين قوي 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 بالفكرة الأساسية للمشروع ونبقى مش قادرين ان احنا نتخلى عنها، ممكن نواجه يعني مرحلة من المراحل ان مش قادرين نصحي الفكرة دي، زي بالظبط اللي بينقل دم لميت، مش قادر اعترف ان هذا الشخص مات فقاعد عمال بنقله دم وبحاول معاه ولكنه هو جثة عامدة. فلازم اعرف ان ممكن تيجي لحظة من اللحظات اللي ابقى محتاج اغير مسار او اعدل مسار او اقوم ببعض التعديلات على منتجي او على خدمتي او على طريقة الطرح اللي تمكنني من إعادة إحياء الفكرة من جديد، أو ممكن أتخلى عن الفكرة خالص وأحولها لحاجة تانية خالص. السبب التاسع من أسباب فشل الأعمال الصغيرة هو إن إحنا ما ناخدش بالنا من البيانات. كل عمل بينتج مجموعة من البيانات كل يوم، ولما أنا كصاحب عمل أعزل نفسي عن الإدارات المختلفة وأركز على إدارة معينة أو على وظيفة معينة من وظائف العمل وأهمل الوظائف الأخرى أو العمليات الأخرى، كده في كم هائل من البيانات ومن المعلومات اللي ممكن أستفيد منها. فلازم أصحاب العمل أو الشركاء أو إذا كان شخص واحد يخصص وقت إن هو يقيم كل بيانات العمل اللي داخله ويشوف كل التقارير اللي بتنتج عن العمل وندرسها ونشوف ونحاول إن إحنا نستقرئ المعلومات اللي نقدر نستخلصها من هذه البيانات. آخر سبب ليه الأعمال الصغيرة بتفشل وهو انعدام بعض المهارات في القائمين على العمل. احيانا بيكون الشخص ابتدى مشروع ما استنادا على مهاراته الفنية والتقنية، ولكن مهاراته الادارية مثلا ومهاراته القيادية مش قوية قوي، او انه عنده مهارات في جانب معين ولكن مهاراته في الجوانب الاخرى مش قوية قوي. واحيانا ما بيكونش من السهل ان انا احصل على هذه المهارات بسهولة، وان ده هياخد وقت وجهد، ويكون احسن لي اني اعين شخص يمتلك هذه المهارات فيعوض الفجوة اللي موجودة في نظام الادارة في الشركة بشكل عام. بعض الاسباب اللي بتسبب فشل الأعمال الصغيرة أو المشروعات الصغيرة، أرجو أن أنتوا تفكروا في هذه الأسباب وتفكروا هل الأسباب دي موجودة في البيزنس بتاعي ولا لأ، تفكروا إزاي ممكن تعالجوا نقاط القصور دي بحيث أن العمل لا يفشل. إذا كان الفيديو عجبكم ياريت تعملوا له لايك، تعملوا له شير، واشتركوا في القناة علشان في المستقبل إن شاء الله هيكون في فيديوهات كتيرة جدا جدا مفيدة لكل رواد ورائدات الأعمال. أشوفكم الفيديو الجاي.